المرحلة الأولى من هذه المواجهة لم نشاهد فيها الكثير باستثناء ما يلي. الفرصة الأولى لاتحاد العاصمة، مخالفة منفذة كما ينبغي من بن موسى والحارس العلمي محساس في المكان المناسب. الرد كان سريعا من الخط الأمامي للمولودية الذي أسال العرق البارد لرفقاء زيماموش، لكن بدون نتيجة. ونهاية المرحلة الأولى بالتعادل السلبي 0-0. الشوط الثاني، الآلة العلمية تتحرك بقوة وعمل كبير من الخط الأمامي مكن الزغيدي في الدقيقة 10 من الوصول إلى شباك الحارس زيماموش، هدف حرر الرفقاء والأنصار معا. المولودية العلمية تواصل السيطرة، هجمة مرتدة بقيادة همامي وشنيحي، وبالخيثر يهدر فرصة من ذهب إضافة الهدف الثاني. فرصة أخرى للمولودية، بوزامة من بعيد قذيفة والحارس زيماموش بصعوبة كبيرة ينقذ الموقف. الدقائق الأخيرة من هذه المواجهة عرفت استفاقة للفريق الزاير الذي تمكن من تهديد مرمى الحارس العلمي محساس، خاصة عن طريق سوغار وفاهم بوعزة، لكن بدون نتيجة وفوز ثمين وثمين جدا لمولودية العلمة. إنه أول انتصار للفريق المحلي داخل الديار وأول انهزام للاتحاد خارج القواعد. المعركة كانت بصراحة في وسط الميدان، وحنا كنا خمنا في المعركة دو بلوس، كنا هضرنا على الأطراف من جهة اتحاد الجزائر، كنا نعرفوا في مفتاح ونعرفوا في الكوتي منا بن موسى اللي عندهم ديرو لونس، عندهم يعني عامل كبير يخدموا في الأطراف هذه. اللي كنا احنا في العمل تاعنا اللي درنا احنا العكس، كنا اون تران دو بلوكي هذوك راضين بالنتيجة وراضين بالأداء والحمد لله رب العالمين. Je moyen, mais avant de parler de défaite, je parlerai plutôt de la victoire de l'Allemagne. C'est quand même bizarre des fois analyser les choses, puisqu'on perd notre premier match à l'extérieur contre une équipe qui gagne son premier match à domicile. Bon, ben on fait avec. Et c'est vrai que le match de ce soir est pour nous un événement, puisque bon, on avait encore pas perdu à l'extérieur, et c'est sûr qu'il ne faudra pas renouveler la prestation de ce soir très souvent, parce que là évidemment on aurait beaucoup de